السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتعس امرأة في الوجود هي المرأة التي أحبت رجل وتزوجت رجل آخر. تخيلي ست لما بتحب بتحب بصدق، مش بتمثل أو بتحب لهدف أو مصلحة أو غرض. المرأة لو حبت بصدق واتجوزت راجل تاني أتعس امرأة في الوجود. ليه؟ لأن بتبقى مع الرجل اللي اتجوزته بجسدها فقط، أما قلبها وروحها مع شخص آخر. تخيلوا تتعذب قد إيه؟ أتعس من كده تلاقوا إيه؟ جسد بلا روح بلا قلب، القلب في مكان والجسد في مكان. دي أتعس امرأة في الكون، اللي بتحب رجل وبتتجوز رجل آخر. وأكيد هتدعس الرجل اللي جوزته في نفس الوقت اللي حبيته، لأن ده في تعاسة لأنه بعيد عنها، وهي في تعاسة لأنها بعدت عنه، وجوزها في تعاسة لأنه مش قادر يكسب قلبها ولا روحها. دي أتعس امرأة في الكون. كان الله في عونها. أتمنى ما حدش يوصل للتعاسة ولا يوصل للموقف ده. أشوفكم على خير في فرح بعيد عن التعاسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.